مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله. طقس أو استمرار الأجواء الماطرة أحيانا في المناطق الجنوبية الغربية من المملكة، وأيضا تهب رياح نشطة في المناطق الشمالية تؤدي إلى إثارة الغبار والأثرب وبالتالي تدني مدى الرؤية الأفقية، لكن بقية المناطق الأجواء حارة نسبيا. مشاهدينا فاصل ونواصل. مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على الخرائط الجوية. نبدأ بيوم الأحد، بداية أيام الأسبوع، نستعرض أيام الأسبوع تدريجيا. يوم الأحد الأجواء في المناطق الشمالية، هناك إثارة الغبار والأثربة ونشاط للرياح وأحيانا تدني لمدى الرؤية الأفقية وانخفاض في درجات الحرارة. الأجواء معتدلة نهارا لطيفة ليلا في المناطق الشمالية، الشمالية الغربية 30 العظمى والصغرى 17، الشمالية الشرقية العظمى 31 والصغرى 18، لكن المناطق الوسطى أجواء حارة نسبيا إلى حارة، المنطقة الغربية 35 إلى 27، المنطقة الوسطى 40 إلى 29، والمنطقة الشرقية 35 إلى 26، لكن المناطق الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع زخات متفرقة من المطر أحيانا 25 إلى 17. يوم الاثنين أيضا استمرار الأجواء، نشاط الرياح في المناطق الشمالية، إثارة الغبار والأثربة، تدني لمدى الرؤية الأفقية. الأجواء لطيفة من حيث درجات الحرارة نهارا لكنها تميل قليلا إلى البرودة ليلا. المناطق الشمالية الغربية 29-17 والمناطق الشمالية الشرقية 32-19، لكن المنطقة الوسطى والجنوبية أجواء حارة نسبيا، المنطقة الوسطى 41-30 والمنطقة الشرقية 38-27 والمنطقة الغربية 35-25 والمنطقة الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع أمطار أو زخات متفرقة من المطر 26-27 درجة مئوية. يوم الثلاثاء تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع في المناطق الشمالية، حيث تكون الأجواء معتدلة نهارا لطيفة ليلا. المناطق الشمالية الغربية 30 العظمى والصغرى 18، المنطقة الشمالية الشرقية 31-18، المنطقة الوسطى أجواء حارة نسبيا إلى حارة، الوسطى 41-29 والشرقية 39-28 والمنطقة الغربية 34-23 درجة مئوية، والجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع زخات متفرقة من المطر خاصة فترة الظهر وما بعد الظهر 24-17 درجة مئوية. يوم الأربعاء ارتفاع واضح على درجات الحرارة في المناطق الشمالية، بحيث تصبح الأجواء حارة نسبيا وأثناء النهار لكنها بتكون معتدلة إلى لطيفة ليلا. الشمالية الغربية 35 العظمى والصغرى 20، الشمالية الشرقية 33-22، المنطقة الرياض والمنطقة الوسطى أجواء حارة نسبيا إلى حارة 41-28، المنطقة الغربية 35-25 والمنطقة الشرقية أجواء حارة نسبيا إلى حارة 39-25 والمنطقة الجنوبية الغربية قائمة جزئيا مع سقوط زخات متفرقة من المطر أحيانا 25-17. أما الأحوال الجوية المتوقعة يوم الخميس، نتوقع أن يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة في المناطق الشمالية لتصبح الأجواء حارة نسبيا نهارا ولطيفة ليلا. المناطق الشمالية الغربية العظمى المتوقعة 36 والصغرى 22، المناطق الشمالية الشرقية العظمى المتوقعة 37 والصغرى 23، الأجواء حارة في بقية المناطق، المناطق الغربية 37-27، المناطق الوسطى 40-29
والمنطقة الشرقية 36 إلى 26، أما المنطقة الجنوبية الغربية أجواء غائمة جزئيا مع سقوط زخات متفرقة من مطر أحيانا 26 إلى 17. أما يوم الجمعة، يوم الجمعة أجواء حارة نسبيا تقريبا إلى حارة في معظم مناطق المملكة، المناطق الشمالية الغربية 37 العظمى والصغرى 19، المناطق الشمالية الشرقية العظمى المتوقعة 39 والصغرى 21، أما المنطقة الغربية 36 إلى 26، والرياض والمنطقة الوسطى 41 إلى 30، والمنطقة الشرقية 39 إلى 28، والمنطقة الجنوبية الغربية أجواء غائمة جزئيا 29 إلى 17 درجة مئوية. مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، نشكر لكم متابعتكم ونترككم في أمان الله.